بس هروح قبل ما نستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي، هنشوف أنين الناس. احنا وعدنا كل مرة هنسمع أنين الناس، مش هنسكت عن أنين الناس. نؤيد مشروعاتنا الكبرى، نؤيد الأمن القومي، نؤيد مصر مع الدولة، مع الاستقرار، مع الأمن، مع كل حاجة حلوة في البلد، لكن في نفس الوقت مع أن أنين الناس لا نتجاهله أبدا. الأنين عند أبواب مستشفيات الحكومية، مستشفى مبابة العام، هنشوفه في التقرير اللي جاي. المرضى على أبواب المستشفيات الحكومية أزمة تاريخية تبدو مستحيلة الحل. حاولنا رصد معاناة المرضى بمستشفى مبابة العام ومستوى الخدمة المقدمة لهم واحتياجاتهم، فكانت أبرز شكواهم نقص الأدوية ونقص الأطباء وتكدس المستشفى التي تخدم أكثر من 350 ألف نسمة، وهو العدد الذي يفوق طاقة استيعابها بكثير. على طول الجهازات تخرب والأسانسيرات تخرب، ماشي، وما بنلاقيش كراسي نمشي عليها، إنما المعاملة كويسين بصراحة. يعني والدتي لفينا عليها على المستشفيات اللي هي الحكومية دي، بأمانة ربنا يعني ما فيش أي خدمات. كتر خيرهم، يعني مستشفى كبيرة زي دي وبتلاقي حالات كتير، وبتلاقي كل يوم اللي أنا شايفه ضغط عليها. دكاترة كويسين بس حر، ما فيش ولا مروحة فوق ولا مروحة تحت. حرية تقول الكيسري، ولا أنت لما تولدوها كيسري قالك ما فيش حضانات. ازاي مستشفى حكومه ما فيهاش حد؟ انا بقالي هنا بالظبط 7 سنين، وبصراحه الخدمه هنا ممتازه بصراحه، يعني اسكان، دكاتره، تمريض، خدمه يعني بصراحه ممتازه، فما فيش اي مشكله. الدكاتره هنا كويسين، بس الدكاتره يعملوا ايه؟ نيجي نجيب العلاج يقول لك ما فيش علاج في الاجزخانه تحت، الوزارة ما بعتلناش عليه، ما فيش علاج خالص، ونجيبه شهر واحد وتاني شهر يقولك ما فيش، القرار بتاعكم خلص على كده. واقفة على دكتور مخ وأعصاب، وأبوه راجل لمؤاخذة ما فيش عنده حاجة، ما حلتوش أي حاجة، امبارح طبعًا قالوا لك لازم مخ وأعصاب يجي، أبوه استلف من هنا ومن هنا، جاب دكتور مخ وأعصاب من بره ب 500 جنيه، طب الراجل ده يجيب منين كل شوية 500 جنيه عشان يجيب لابنه دكتور مخ وأعصاب؟ بقالي 4 أيام هنا مكان محترم وناس كويسين. وبيخدموا أحسن خدمة هنا لنا، والواجب كويس جدا، وناس كويسين محترمين بصراحة، وبدونا حقونا وبدونا علاجنا ومريحنا على اللزوم. أنا آخر حاجة، الناس بتموت، بيقعدوا تحت بال4-5 أيام بيموتوا عشان ما فيش مكان. الناس هنا دكاترة مش مقصرين عشان عندهم حالات، بس رعايات كفاية في مصر ما فيش. الناس بال4 أيام تحت كل المستشفيات، انا لفيت بابويا اللي نايم دوا على جميع المستشفيات خاصه ما فيش، وده ما فيش، كل مستشفيات الحكومه ما فيش فيها رعايه. اكتر حاجه شفت التعب اللي انا شفته للناس، قسما بالله الناس بتموت تحت. انا ممكن اعمل لك مستشفى ممتازه خلال سنه واقل من سنه، اديني امكانيات، اديني مان باور او اديني العنصر البشري، انا اعمل لك مستشفى على احدث ما يمكن خلال سنه واقل من سنه. مصر غنية يا أستاذة، مصر غنية جدا بأبنائها، والناس بيشتغلوا فيها بكفاءة عالية جدا، وأنا لما سافرت برا أحسن ناس بيشتغلوا برا هم المصريين. الحقيقة أنا سعيد جدا بشهادات الناس على الدكاترة، أنهم دكاترة كويسين ومحترمين وكل حاجة، بس المشكلة في إيه؟ لخصها الدكتور امبارح، أنه قلة إمكانيات ضخمة، اللي مضطر فيه مش كل التخصصات موجودة، فالراجل اللي اضطر يروح يجيب دكتور مخ واعصاب ب 500 جنيه، انه بيروح الناس يقول لك لا الدواء خلص، الصرفيه بتاعت وزاره الصحه ما جاتش، قله الامكانيات يعني ما اعرفش تتحل ازاي. طبعا احنا بلد فقيره الامكانيات، لكن في تقديري انه في طريقه ممكن ندور بيها مثلا صرفيات الدواء، شكل حاجه ننظف الشكل العام، نساعد الناس دي في حاجه، مش عارف والله، ممكن مش عايز ألف في غير تخصصي وأفتي فيما لا أعلم، لكن أنا مبسوط بشهادة الناس بتوع مبابة على الدكاترة بتوعهم الحقيقة.